السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن التغيير الديموغرافي الذي تشهده مناطق مختلفة من العراق. تنفذ هذه المخططات جهات وميليشيات مرتبطة بالدولة، تابعة للحشد الشعبي، تابعة لهذه الجهات الميليشياوية، الأحزاب الموجودة في السلطة ذات الولاء الإيراني. مرصد أفاد الحقوقي قال إن ميليشيات تابعة للحشد تسيطر على مناطق زراعية وأحواض سمكية في منطقتي ذراع دجلة والثرثار شمال غربي بغداد، وتمنع أهلها من العودة إليها منذ 5 سنوات. نقل المرصد عن مسؤول رفيع في ديوان محافظة الأنبار قال إن عناصر من الميليشيات استقدموا قسما من عوائلهم واستوطنوا في تلك المناطق بدلا عن سكانها الأصليين، فضلا عن ممارسة أنشطة تجارية من بينها تشغيل واستصلاح مزارع منتجة للسمك في الثرثار. اعتبر المرصد عمليات الطرد والإحلال التي تجري في مناطق بين الفلوجة وسامراء محاولة جديدة للتغيير الديموغرافي، وينطوي على مخاطر كبيرة ذات دوافع طائفية في هذه المناطق وتلاعب بجغرافيا المجتمع العراقي، عدا عن الأضرار الإنسانية والأخلاقية والانتهاكات للقانون والدستور لتصرفات تلك الميليشيات. يذكرنا هذا الموضوع بجرف الصخر ومناطق أخرى في العراق خاضعة لسيطرة الميليشيات التي استغلت فرصة مشاركتها في العمليات العسكرية وضعف سيطرة الدولة عليها لبسط نفوذها على هذه المناطق. الآن هي مسيطرة على مناطق منذ سنوات، جرف الصخر منذ 7 سنوات مسيطر عليها من قبل هذه الميليشيات، ميليشيا حزب الله بالتحديد. والآن هذه الميليشيا أيضا غير مذكور من هي، لكن تابعة للحشد الشعبي بحسب تصريحات مسؤول رفيع في ديوان محافظة الأنبار. تحدث عن سيطرة الميليشيات على ذراع دجلة، منطقتي ذراع دجلة والثرثار شمال غربي بغداد. ما مصلحة هذه الميليشيات وما الاستفادة العائدة عليها في هذه المناطق، ولماذا السلطة ساكتة عن هذا الموضوع؟ السلطة عندما أرادت أن تتدخل في على يعني طبعا كمثال يضرب على قضية جرف الصخر، ذهب وزير الداخلية الأسبق محمد الغبان إلى منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، تم اعتقاله من قبل الميليشيات وتم إيقافه لمدة 2 ساعة بحسب ما صرح بهاء العرجي. أيضا النائب أحمد المساري قال في وقت سابق في لقاء تلفزيوني أن وزير الداخلية الأسبق محمد الغبان الذي كان وزيرا في حكومة حيدر العبادي اعتقل من قبل فصائل مسلحة تسيطر على بلدة جرف الصخر حين حاول الدخول إلى البلدة التي طبعا تسيطر عليها هذه الميليشيات، إلى أن تدخلت جهات في الدولة من أجل إنهاء خطف وزير الداخلية الأسبق محمد الغبان. خطف وزير الداخلية هذا مصطلح خرج من نائب برلماني. طيب لماذا الدولة فاقدة للسيطرة على هذه الميليشيات والميليشيات تقول إنها تابعة للقائد العام للقوات المسلحة؟ ألا يفترض بحكومة الكاظمي أو عادل عبد المهدي أو كل رئيس وزراء حكم العراق وتشكلت بعده هذه الميليشيات أن يكون مسيطر عليها وأن يأمرها بالانسحاب من هذه المناطق وإعادة سكانها الأصليين إليها؟ لماذا لا تتدخل الدولة إن كانت فعلا وفق القانون هي مسؤولة عن هذه الميليشيات، كما تصرح الميليشيات أصلا وتقول نحن نتبع القائد العام للقوات المسلحة؟ أين إذن الأوامر الحكومية لإخراج هذه الميليشيات من هذه المناطق وإعادة سكانها الأصليين إليها؟ ثم لماذا هذه المناطق بالتحديد؟ ما الاستفادة العائدة على الميليشيات من هذا الموضوع؟ ربما الجواب قد يكون على لسان بهاء العرجي أيضا النائب السابق ونائب رئيس الجمهورية السابق أيضا، حينما قال بأن دولة إقليمية تضع صواريخها في جرف الصخر، مخازن تحولت جرف الصخر وربما أيضا هذه المناطق ذراع دجلة والثرثار شمال غرب بغداد، بالإضافة إلى قضية التغيير الديموغرافي، أصبحت هذه المناطق مخازن للسلاح كما يقول بهاء العرجي، وكما تقول أيضا وكالة رويترز التي قالت بأن جرف الصخر فيها صواريخ زلزال فاتح وذو الفقار وهي صواريخ باليستية إيرانية. إذن إيران تحرك أذرعها وميليشياتها في العراق للسيطرة على مناطق وتغيير ديموغرافي في مناطق أخرى،
والحكومة تتفرج، وكالة رويترز ولا بهاء العرجي ولا أحمد المساري ولا غيرهم من النواب والمسؤولين تحدثوا عن قضية جرف الصخر وغيرها من مناطق أخرى، والآن ذراع دجلة والثرثار شمال غرب بغداد، هذه مناطق مسيطر عليها وتصرح جهات حكومية مسؤولة بهذه المواضيع، لكن الحكومة تتفرج لا تتدخل. بل السؤال أيضا، هل تستطيع الحكومة أن تتدخل؟ هل يستطيع الكاظمي أن يحرك قواته وقطاعاته العسكرية لتحرير هذه المنطقة؟ هذه المنطقة الآن محتلة مثل جرف الصخر ومثل غيرها، مناطق محتلة من قبل ميليشيات ترفض أن تخضع لسيطرة الدولة وترفض أن تطبق تعليمات وأوامر الدولة. إذن هي منطقة خارجة عن سيطرة الدولة، ويحق للدولة وفق القانون أن تفعل ما تريد من أجل استعادة هذه المنطقة، إن كان بطريقة دبلوماسية أو إن كان بالحل العسكري. لماذا لا تتدخل الحكومة لإعادة سكان هذه المناطق إلى مناطقهم الأصلية وإنهاء وجود ونفوذ الميليشيات في هذه المناطق؟ عندنا السيد أبو ذياب من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ انا يمكن رصيد راح يخلص، راح احكي كلامه بسرعة. ما تفضل تعجل. تفضل. نيابة عن اهل الفلوجة وكل مواطنين نعتذر ان الشخص اللي اسمه ستار سوى نفسه من اهل الفلوجة، والشيخ عارف الضاري شار فواني ذكرتها، الكل ذيل يروحون فدوى الحيذان قندرة الشيخ عارف الضاري. هذا الشبل من ذاك اللي سد، هذا ضاري، هذا اقصد استغفر، هذا حارث ابن الضاري، هذا ابن الشيخ ضاري اللي قتلك من الايطالي. هو اللي يقول ودوم لكم، لو بيكم خير تعالوا احكوا قدامنا بالفلوجه، والله ندعس عليكم يا قواوي. يعني رجل مات بالسرطان وتشبي يا ابو ذياب. شكرا 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 يا ابو ذياب، شكرا يا ابو ذياب. رجاء بدون تجاوزات، بدون تجاوزات لو سمحتم. منو عندنا؟ منو ويانا؟ صالح من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صالح من بغداد. نعم أنا صالح من بغداد وياك. تفضل حياك الله. أنا بنت صالح. يعني العراقية. نصي نصي صوت التلفزيون يا صالح. نعم نعم نصي لو سمحت. نعم بالبلد. اي نعم نعم. صالح طيب، فقدنا الاتصال ويا صالح من بغداد، نرجو منك تعاود الاتصال مرة أخرى. نقطة أخرى مهمة وهي سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية. موقع المونيتور الأمريكي جدد تحذيره من هيمنة الميليشيات، لا سيما ميليشيا حزب الله، على المعابر الحدودية على طول الحدود القائمة بين العراق وسوريا. الموقع نقل عن سكان مدينة القائم في محافظة الأنبار قولهم إن ميليشيا حزب الله وغيرها من الميليشيات شددت قبضتها على المناطق الحدودية العراقية السورية، بالرغم من الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الكاظمي في بغداد خلال العام الماضي لكبح نفوذ تلك الميليشيات. شيوخ عشائر في تلك المنطقة طبعا يؤكدون أنهم كانوا يمتلكون أراضي كانت تستخدم سابقا للزراعة جنوب الطريق الرئيسي الممتد من الرمادي إلى مدينة القائم، إلا أن تلك المنطقة باتت تحتلها الميليشيات بعد مصادرة أراضيهم. هذا من موقع المونيتور الأمريكي بشهادات من أهالي هذه المنطقة. السيد أبو أحمد من صلاح الدين، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. انا ابو احمد انخطف بال 2016. نعم. احمد اسماعيل خلف نجم. نعم. انخطف هو ولد خواله 45 واحد. نعم، اريد منك بس تنص صوت التلفزيون حتى اسمعك واضح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نصي لو سمحت يا ابو. ان شاء الله. هات ساعه ساعه. طيب ابو احمد من 2016 مخطوف. من 2016 3/12/2016 هو ولد خواله 11 واحد. المجموع الناس اللي انخطفوا 45 نفر. نعم 45 نفر. نعم تعرفهم، عندك علم بيهم. طيب
منو الجهه اللي اخذتهم يا ابو احمد؟ والله ما نعرف الجهه اللي اخذتهم، فهو احد شو اسمه الجماعه يعني عدنان احمد علي ياسين من ضمن الخطفون. طيب انا اريد اسالك الجهه اللي اخذتهم او اللي خطفتهم جهه حكوميه لو ميليشيات؟ والله ما نعرف، سلمهم الحكومه يعني الجهه يمكن للحشيد ما اعرف لما سلمهم. وهو لحد الان همين انهزم ما حد ينزل لوين. هو هذا اللي اخذهم من هو؟ اسمه عدنان احمد علي ياسين. نعم نعم. من المحزن. يعني هو منو هذا الشخص؟ الشخص هو مقدم بالاف بي اي في داون. يعني عنصر حكومي ضابط. هو عنصر حكومي. نعم عنصر حكومي. نعم. واخذهم وسلمهم للميليشيات. نعم. شنو الهدف من هاي الخطوه اللي صارت؟ شنو الهدف من هذا والله الموضوع؟ والله استاذ محمد ما نعرف يعني اخذهم قال لهم لا تتطوعون ما اعرف يعني. نعم نعم. طيب سالتوا عليهم؟ الناس اليوم هذا اليوم ما خليت مكان استاذ. رحت على كل المكان على الحشيد على رئاسه الوزراء ما خليت احد ما مشيت عليه وما حد انطاني جواب. طيب هذا الضابط اللي اخذ. نعم. هؤلاء الاشخاص ما قدرتوا توصلوا له؟ يعني هو بالدوله ماكو استاذ محمد. هو همين على اساس طلع وراهم يوم 13/12/2016 على اساس انخطف وما عاد يعرفون كل شيء. ضابط ضابط انخطف كل شيء يعني. ايه على اساس انخطف. نعم. هو نعم. يكذب ابوه يقول انخطف ابوه يكذب. يعني انتم وصلتوا لابوه وصلتوا لاهله؟ ايه يعني هو ابوه ابن عمي هو مو غريب عني ابن عمي ابوه. نعم نعم نعم. ايه وهو ماخذ بنت اختي هو هذا المقدم. طيب ايه انت لمن تتهم يا ابو احمد؟ والله اتهمه هو هذا المقدم لان المقدم يعرف وابوه يعرف كل شيء عن ولدنا وما يعطينا جواب. طيب بغض النظر عن هذه القضيه اللي هي شبه عائليه هسه، لا خلينا بالجانب الرسمي. ايه وزارة الداخلية هذا الضابط المفروض تابع للداخلية لو للجيش؟ لا على شو اسمه أمن المنشآت على اف بي اس. يعني هاي الجهة تابعة للدفاع لو للداخلية؟ لا للداخلية تابعة. طيب للداخلية وزارة تابعي. الداخلية شو تقول بهذا الموضوع؟ والله تقول هو مخطوف يعني هسه حتى رواتب قاعد ينطوا له. مخطوف؟ وزارة الداخلية ايه تقول على ضابط من ضباطها مخطوف؟ ايه على اساس مخطوف وينطوا راتب لاهله. نعم نعم. واني من ضمنهم اروح على ابوه اقول له يابا ولدنا يقول انا ما اعرف كل شيء. هو يعرف كل شيء حتى على ابنه يعرف. نعم. سيد ابو احمد اشتكينا عليهم. اي استاذ محمد اشتكينا على ابوه ثلاث ايام والقاضي يطلق سراحه. نعم نعم. ابو احمد انا اشكرك. يعني موضوعك وصل لكن هو السؤال اذا وزارة الداخلية ما تعرف الضابط اللي تابع لها ضابط برتبة مقدم مثل ما قلت يمكن برتبة مقدم او رائد في وزارة الداخلية مخطوف مثل ما يقولون وزارة الداخلية تقول هذا الضابط مخطوف اذا شنو دور وزارة الداخلية اصلا اذا ما قادرة تحمي عناصرها ما هو دور وزارة الداخلية لما يعتقل وزير الداخلية أو يتم توقيفه من الميليشيات لمدة ساعتين بحسب تصريحات حكومية في منطقة جرف الصخر شنو دور وزارة الداخلية لما نشوف اليوم مناطق مسيطر عليها من قبل الميليشيات شنو دورها لما الميليشيات تستعرض في الشوارع اليوم في العراق يعني ما هو دور الجهات الرسمية المعنية بأمن وحياة الناس اليوم بالعراق الداخلية والدفاع شنو دورهم إذا كان حتى عناصرهم مثل ما هم يقولون يتم خطفهم ويتم اغتيالهم مثل ما شفنا ويا كثير من الضباط يتم الاعتداء عليهم ويتم طبعا من قبل الميليشيات هذا الكلام من قبل الميليشيات في حين نرى هذه الأجهزة الأمنية ترفع السلاح بوجه المواطن المتظاهر التشريني البسيط طيب شنو دور اليوم صار دور الأجهزة الأمنية في العراق هل هي لنصرة الظالم على حساب المظلوم أم هي مجرد شكلية جهات يعني شكلية فقط لا تؤدي الدور المطلوب منها أو المفروض عليها السيد أبو كرار من النجف تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله خلي
تفضل يا ابو كرار. ابو كرار. عليكم. وعليكم السلام حبيبي. هذا الوضع اللي جاي نعيشه بالعراق، نعم، للاسف للاسف وكل الاسف، اللي يحكمنا مو عراقي. الحكم اللي موجود بالعراق مو عراقي. ليش؟ لان هناك التوصيات تجي نفذوا هاي سووا هاي. لعد منو بده يحكم اذا مو عراقي؟ منو بده يحكم؟ ها؟ منو بده يحكم لعد؟ ديون 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 ذيول. ذيول، نعم. احنا يمكن لو باقي عندنا رئيس الوزراء ابو حمزه طبقتها كلها يحودهم هاي. من هو؟ من هو اللي باقي؟ ابو حمزه، معروف بعد ابو حمزه. ابو حمزه منو؟ علاوي. اياد علاوي. اياد علاوي. اياد علاوي بفتره حكمه، بفتره حكمه تمت معركه الفلوجه الاولى والثانيه، انبادوا الناس بالفلوجه. يا سيد ابو كرار، بس احنا نقول انه بالرياهون. على اي حال، على اي حال، اياد علاوي. اياد علاوي صاحب شعار العراقيين اليوم يضحكون عليه بالشارع، صاحب شعار ما اعرف هذا. لما جاء مواطن التقى بي قال لي انا حملك مسؤوليه اللي دي يصير، قال لي انا شعليه، قال لي صارت بلاوي بزمنك، قال لي انا ما لي علاقه. هذا شلون يكون مسؤول يا ابو كرار؟ يلا هسه احنا كل من وجهه نظره طبعا هي اكيد، لكن انا بدي اقول لك اللي بيها. يعني هسه احنا المراره اللي جاي نعيش بالعراق، نعم، يقول مع الاسف. يعني ما ادري وين نظل هالالم هذا والتهجير والخطب والقتل ما يعني كل هذا ما ممكن يصير. لو اكو رئيس دولة شجاع وعنده يعني همة بحيث الشعب كله يرفع ايده وياك، ولا احنا وياك مثل ما يجوا شعب وياك على كل. فهذول الان الناس الشرابين، الناس اللي هم دخيلين على العراق، نعم، يعني أبناء العراق أهل كرام وأهل جود وأهل مرجلة. ما يعني نتأسف مع الأسف بالله، والله مع الأسف ما أدري أعطيك بيت شعير. نعم. ريت من حبك كثيرا والهجر ما مر علينا، لسه احنا بلعبنا يرد ويردد حشينا، وهم تعود الضحكة ذيك اللي كنتوا بيها تونسونا، وهم يرد ريال الخداق وللأبد طفى المكينة. بعد ما أدري يعني مع الأسف. وأنا أشكرك يا سيد أبو كرار، شكرا جزيلا للمشاركة، وصلت فكرتك. طبعا مثل ما تفضلت هي وجهات نظر، لكن أياد علاوي طبعا يعني أيضا من ضمن حكومات ما بعد الاحتلال، حكومة ما قدمت شيء بغض النظر المدة الزمنية اللي حكم بيها، حكومة ما قدمت شيء، حكومة في زمنه ضربت مدينة عراقية بأسلحة محرمة دوليا في زمنه. ولما يجي يسأل مواطن عراقي بالشارع يقول له ليش هيك صار، انت تتحمل مسؤولية، يقول له انا ما لي علاقة، انا شعلية رئيس وزراء، يقول انا شعلية. وطبعا تسنم مناصب مستشار نائب رئيس جمهورية ونائب رئيس وزراء، وأخذ مناصب، أخذ مناصب بما فيه الكفاية، وما قدر يحمي العراقيين لا من أسلحة أمريكية محرمة دوليا، لا قدر يحمي عراقيين من بطش الميليشيات، يحمل شعار لا أعلم، جزء من عملية سياسية ينتقدهم ويقول شكوا من بلاوي موجودة في الحكومة وبعدها موجود بالسلطة. تحدث هو في مرة من المرات على جرف الصخر أيضا، وقال بأنه الوضع الموجود قضية جرف الصخر التعليمات اللي بيها تعليمات إيرانية وتمت لقاءات في لبنان، يعني قصة طويلة عريضة، لكن المختصر فيها أنه هو من خلال حديثه أثبت أن السلطة فاقدة للسيطرة على هذه المناطق، وأن القرارات إيرانية تنفذها الميليشيات غصبا عن السلطة الموجودة في العراق. هذا يعني واضح من التصريحات الموجودة اليوم من بهاء العرجي ولا أحمد المساري ولا إياد علاوي ولا غيرهم من مسؤولين تحدثوا عن مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات، فاقدة الدولة، فاقدة السلطة والسيطرة عليها،
وحتى وزير الداخلية هذا اللي هو في بعض البلدان يهز القاع من هيبته وتمثيله للدولة، نرى يعتقل ويخطف ويتم توقيفه لمدة ساعة أو ساعتين، وتتدخل جهات من الدولة حتى تحرر وزير الداخلية. هذا الوضع الأمني في العراق. من عندنا؟ السيدة أم محمد من كركوك، تفضلي. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. علينا وعليكم أجمعين إن شاء الله. والله نحكي يا أخي عن المغيبين والله. نعم نعم، تفضلي. أي والله، والله عندي ولد أخذه من كركوك من 2016. نعم. ولحد الآن إحنا يعني ما نعرف عنه كل شيء، يعني ما خلينا، لا خلينا بغداد، لا خلينا سليمانية، باربيل، ما خلينا يعني مكان، ولحد الآن كل شيء ماكو. نعم. أي والله، والريد يعني الريد يسوون لنا حال، يسوون لنا فرد شيء. سيدة أم محمد، منو اللي أخذه؟ أخذه الأشايش من كركوك، والله أخذه بس 3000 واحد من كركوك. نعم. ناس مطيبة ما نعرف وين ودوهم، ما نعرف. نعم. اي والله، وما نعرف منه يعني اد اي يعني يعني وين ودوهم، نريد وين ودوهم، يعني حكومه الطالب، نريد يعني من الحكومه شوف لنا حال، شوف لنا صوره حال، ميتين طيبين. نعم. سيده ام محمد، اتمنى صوتك يوصل. انا اشكرك من كركوك من محافظه التأميم، اتمنى صوتك يوصل وتسمع الجهات المختصه المعنيه وتشوف معاناه الناس. الميليشيات تفعل ما تريد في العراق، تغيب من تشاء، حتى الضباط، حتى الجهات الرسمية الحكومية تتعرض إلى خطف وإلى اغتيال من قبل الميليشيات. من يستطيع أن يوقف هذه الميليشيات عند حدها في العراق اليوم؟ من لديه هذه القدرة؟ مصطفى من أبو غريب، تفضل. مصطفى لو سمحت نصي صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فقدنا الاتصال ويا مصطفى. السيدة أم فرحانة من الموصل، تفضلي. ألو. قناتكم المفضلة الشريفة. الله يسلمك. إن شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم. عليكم أجمعين، علينا وعليكم أجمعين. بس أريد عفو من رئيس البرلمان الحلبوسي الكاظم، أريد بس عفو للمساجين المحكومين، ما عندهم قضية ارخاء. نعم. ما عندهم قضية ارخاء، محكومين وما عندهم لا قضية ارهاب وما عندهم شنو يعني شنو محكومين على شنو؟ والله مشاكره هو والتكاون، هو ولد مشاكره والولد طاب كل شيء ما بيه، دفعنا 50 مليون وبناتنا خذوهن الدواعش اثنين متكاونين، قالوا عندك غيره ما نسوانكم عند الدواعش، تكاونوا وضربوا 4 طلقات والولد طاب كل شيء ما بيه الحمد لله، ودفعنا 50 مليون وانحكم الساحب الموصل بتلكير 7 سنين وهو عسكري كان يداوم بلا مبار. انحكم ايش قد يا ام فرحان؟ 7 سنين. 7 سنين دفعنا 50 مليون وبنت عمه، بنت عمه اخذنا الدواعش وعمه وابن عمه. سيدة أم فرحان، انحكم 7 سنين بتهمة استخدام السلاح ومحاولة قتل شخص، مو؟ اي محاولة طيب. قتل. انتوا دفعتوا 50 مليون ليش؟ دفعنا ما قبلوا يتنازلون، الا 50 مليون ما قبل يتنازل. ذول اهل الولد اللي انضرب. اهل الولد اللي انضرب. نعم نعم. هو الولد يعني قايل لبنا انتوا لو عندكم خير ما نسوانكم عند الدواعش، الدواعش خذونا حرمتين. نعم. بنت عمه. وضربوا. نعم. وبس اريد عفو من رئيس البرلمان من الكاظمي البرلمان، اريد بس عفو منهم يعفون، الحكم 7 سنين وهو عسكري بلا مبار يداوم. نعم. كل حرر عانى وراوه وحصيبه والقائم. نعم. وهسه انفصل عن دوامه، اريد من الله ومن البرلمان يطالبون. نعم. بالعفو عام. سيدة ام فرحان، سؤالي الاخير لحضرتك لو سمحتي، ذول الناس ورا ما دفعتوا لهم فلوس ما تنازلوا لو تنازلوا؟ ايه تنازلوا، ايه تنازلوا وانطونا ورقه التنازل. الدوله ليش ما طلعته؟ الدوله يقول هذا يعني قضاء العام، يعني الحق العام. الحق العام. نعم. ايه؟ نعم. ما يقول شلون الولد هددوا الدواعش اخذوا
بنت عمه وبنت طيب. عمته هددوه طيب. بالدواعش ونحكم. سيدة أم فرحان وصلت فكرتك ورسالتك. هذا موضوع حقيقة يعني ما أقدر أنا كل اللي أقوله أنه صوتك نتمنى يوصل، لكن نعم هناك أمور قانونية سيدة أم فرحان بغض النظر في العراق ولا خارج العراق، هذه أمور يعني معروفة للجميع. نعم حضرتك تلتمسين أن يكون هناك روح العدالة ونظرة الدولة بعين الرأفة لحال ابنك، لكن وفق القوانين المعروفة أن هناك الحق الشخصي وهناك الحق العام، وحتى وإن تنازل شخص عن قضيته هناك حق عام، يعني هذا حق الدولة. لكن في النهاية يعني نتمنى صوتك يوصل ويعني يسمعوك المسؤولين أو المعنيين بخصوص قضيتكم. أبو ياسين من ديالة تفضل. حياك الله يا محمد. الله يسلمك يبارك بيك، حياك الله. حيا الله لشام الرافدين الأبطال. الله يسلمك، أهلا وسهلا. أخي أبو الكرار بالنسبة لياد علاوي هو طلع بالتلفزيون دور خجل يقول شكرا أمريكا. فهو من ضمن المشروع التدمير للشعب العراقي. وسام كبيرة مع الأمريكان اجتياح البلوجة ومع النجف هاي المشهورة. فكل يوم أدغم نجف يا أبو الكرار ده. محمد موضوع الحلقة بدون خجل هو طلع المقبرة بمعند المهندس اللي عندك في الصغار يقول أمننا طريق الزوار. يقول قطعنا أكثر من 10,000 زائر. يقول اقتصاد نساء من 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 جهة الصغار. هاي أخلاقهم وهاي مشاريعهم وهاي كاذيبهم. هذا احتيالهم. هو هذا موضوع واضح طائف بعد. إيش وقت القتلون 10,000 زائر من جهة الصغار؟ إيش وقت صار اقتصابات؟ يعني شو اللي أمس من ذي الله خلق الدنيا الأمة الكرام العظام هم في أجل الاحترام وما لهم أي تجاوز من السنة على الأتباط المقدسة. هاي التعسوان سوى الإيرانيين فجرت الإمام عليه السلام ولعبت لعبة مرة وفجرت ما خليته لعبة والعدوة ولجت الأمة ما خليته. أنتوا هذا مشروعكم اللي يخدم بإيران اللي جزات الشعب شيعة وسنة وعرب وكل وعمل هاي العملية السياسية البارزة اللي بعد 2007 يدخل بذلك النظام السابق ما قالوا شيء لأن هم نفس الموجودين وإحنا نقتدي بهم ونزورهم وهاي ما زي الحماية مثل ما مقتدى الصدر يجعجع أنه حماية العتبات المقدسة المناطق هاي مثل ما تفضلت إذا هي فعلا كانت الذريعة أنهم دي أمنون طريق الزوار. المناطق هاي تتحول إلى ثكنات عسكرية، تتحول إلى مخازن للسلاح، مخازن للصواريخ الإيرانية. وين التأمين بالموضوع؟ يعني وين تأمين الزوار إذا صارت هذه المناطق مناطق خطرة، مناطق قنابل موقوتة، بأي لحظة بأي صاروخ ينفجر، أي طلقة تخرج ممكن تدمر هاي المنطقة. صارت بحسب وكالة رويترز صواريخ باليستية إيرانية في جرف الصخر. الدولة شنو دورها لما تشوف انه مناطق في العراق تتحول الى مخازن اسلحة لدول اخرى؟ اخ محمد هي اصلا ما في دولة. وبعدين هم استقطعوا اراضي زراعية من صلاح الدين بحجة يوزعونها شهداء الحشد حتى يستحمون هذه المناطق مع الموضوع الواضح. واستأجل لكم الله الرعاة اللي بجاموس الجبل الجنوب ثلاثة مرة حتى يتملكون هذا الموضوع واضح. موضوع طاغي بعدين ليش انسى العتبات المقدسة بكلمة ابو النجف سياحة زوار مستمرة تجارة يستعمل معزولة ما عليه لا فنادق معزلة ولا محلات ولا حد يوصلها على منطقة سنية. واضح الأمر هذا مشروعهم إيراني واضح على قواتك الأسلحة الإيرانية جالس مر ما خلت طريق مستمر على من إيران وجابوا فلان بكل معظمات حتى بغداد عبد بغداد حتى بغداد فيها سلاح إيرانية حتى قسمية شعوي سنم وما عندهم هذا الشيء عن اسمي هذول هم كلهم تابعين إيران. أنا أشكرك يا أبو ياسين من ديالة. عندنا السيد مصطفى من أبو غريب، تفضل يا مصطفى حياك الله. السيد مصطفى من أبو غريب موجود؟ فقدنا الاتصال. طبعا مرصد أفاد الحقوقي كان قد نشر في وقت سابق تقرير عن مصادرة السلطات الحكومية لألاف الدونمات الزراعية في مناطق شرق اللطيفية جنوبية بغداد. طبعا هذا الموضوع وصف من قبل متابعين بأنه عملية تغيير ديموغرافي، عملية خارج إطار القانون تمارسها أطراف مختلفة سياسية وحكومية في مناطق حزام بغداد منذ أشهر طويلة، تدخل ضمن مشاريع التغيير الديموغرافي.
طبعا المرصد أضاف أن هذه الخطوة الخطيرة تنطوي على عملية تهجير قسرية جديدة تمثل واحدة من الانتهاكات القانونية والإنسانية التي تمارس تحت غطاء الدولة وباسم القانون. وكانت قوات حكومية جهات رسمية أنذرت 2000 عائلة من مناطق شرق اللطيفية جنوب بغداد بإخلاء هذه المناطق لوضع الدولة اليد عليها تحت ذريعة تحويلها إلى مجمعات سكنية تابعة لوزارة الدفاع. بهذه الطريقة يتم التغيير الديموغرافي، يتم الاستيلاء على أراضي وممتلكات المواطنين. ثم حديث آخر بخصوص قضية الثرثار وذراع دجلة، وهي مناطق فيها حواض سمكية ومناطق زراعية بالإضافة إلى شرق اللطيفية، مناطق زراعية يتساءل كثيرون، هناك مناطق جرداء، مناطق قاحلة موجودة في العراق بشكل عام، لماذا لا تضع الدولة يدها وتستغل هذه المناطق المتهالكة، المناطق الفارغة اللي ما بها لا عمران ولا زراعة ولا صناعة للاستفادة من هذه المشاريع التي تتحدث عنها؟ لماذا استهداف المناطق الزراعية؟ لماذا يتم تجريف البساتين والمناطق الزراعية والأراضي الزراعية في هذه المناطق الثرية اللي هي تعتبر سلال غذائية موجودة في العراق اليوم؟ لماذا يتم استهدافها بهذه الطريقة ومحاربة الزراعة في العراق ومحاربة الثروات السمكية والثروة الحيوانية والزراعة، وجعل العراق بدل أن يكون مكتفي ذاتيا بفضل ما لديه من أراضي زراعية وبإمكانها أن ينتج هذه المحاصيل يستمر بالاعتماد على دول أخرى ويستمر بكونه بلد مستهلك، بلد مستورد لمنتجات الآخرين، بدل من أن يكون بلد لديه اكتفاء ذاتي ولديه القدرة على تغذية هذا البلد ذاتيا بالأراضي الزراعية الموجودة والقدرة على إنتاج المحاصيل الغذائية. سعد من الموصل تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا احنا عندي اخوتي شلون احنا عندنا بيننا وشغله صارت بيننا وبين العرب. طيب. بين الشبش. وخذوهم اخوتي ولد عمي اخذوهم حتى نسوانهم خذوهم وياك. لو تعترف. اي. ولو تعترف لو خلوهم الا يعترفون بالقوة. يعترفون على شنو يا سعد؟ يعترفون عليه من مو داعش، هم لا داعش ولهم يحزنوا، خلاهم يعترفون هو سر داعش لازم. ها. يعني بالكرام يعترفون هو داعش، جابوا كل واحد جابوا زوج جدام يقولوا أنا تعترف. هاي الدولة. ها. هاي الدولة الحكومة هيك سوت؟ مركز مال بحشيقة. مركز بعشيقة. نعم. مركز بعشيقة خلاهم يعترفون بالقوة أن السنة داعشي بالقوة السنة داعشي وخلاهم يعترفون. نفسه عندي أخوتي اثنين حكموا بالإعدام وعشرين سنة، ولد عمي ثلاث حكموا بالإعدام وواحد 20 سنة، يعني ست شعب. نعم. خمسة حكموا بالإعدام واثنين حكموا 20 سنة. نعم. سيد سعد، ما سويت التماس؟ ما يعني وكلت محامي؟ ما شفت الموضوع بطريقة قانونية؟ ما مشى الموضوع؟ ما عندك وكل محامي، واحد المحامي رأنا عليك وأريد كل واحد دفتر. نعم. أي والله، ونطلب العفو العام بتشين ضربة. نعم. سيد سعد، أنا أتمنى صوتك يوصل ورسالتك توصل لمن يهمه الأمر داخل الحكومة. أنا أشكرك سيد سعد من الموصل. يعني طبعا ليس الحديث ليس أول مرة أنه يكون هناك تعذيب في السجون والمعتقلات الحكومية. الحكومية الميليشيات هذا وضع آخر. الحكومية يتم نزع الاعترافات بالإكراه وتحت التعذيب وبهذه الطريقة الغير آدمية، بتهديد بهتك العرض أمام أنظار المعتقل. وطبعا العراقي بطبيعته والناس الغيورة على عرضها حتعترف حتى لو انه هي اللي ممكن ضربت نووي باليابان. فيعني في العراق تحت التعذيب بامكان السلطة ان تنتزع ما تشاء من اعترافات. حسين من العمارة تفضل. فقدنا الاتصال، عندنا احمد من الفلوجة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد حياك الله. أحمد أهلا وسهلا.
حبيبي أهل الجارعين من إسحاقي إلى مطب الكتار. نعم. يمكن 30,000 طن قليل حنطر الزروعة والكهرباء دمروا لنا الكهرباء قاموا نطلعها ثلاث أيام نطلعها ساعة ساعتين وكل الحين كلها ماتت الزروع كلها ماتت. نعم نعم. من وراء الكهرباء وهذا هو في المي هسه قاموا يعطونا 10 دقائق ربع ساعة وقطعها ساعتين ثلاثة رجبنا وهاي من إسحاقي إلى مطب التلفاق هاي العمل كلها انتهت. والقاض غالي ويعني 30,000 دونم؟ 30,000 طن حنطه قليل 30,000 طن حنطه اي والله اي متحاق الى مطب التكار نعم يعني انا غط منصات على الفلوجه غط الطقلاويه كلها هاي على كهرباء اتحاقي دمرونا سيد احمد موضوع الكهرباء. الحنطه موضوع القمح والحنطه والشعير هاي صار من السنه اللي فاتت والقبلها حرق لهذه الحقول الزراعيه وغيرها، ليش اكو استهداف لهذه المحاصيل ليش؟ لا قاموا يستهدفونا بالكهرباء، قاموا يقطعوا الكهرباء تموتون الزروع، في متعمدين. نعم. هذا المشغلين بالكهرباء، والله الكهرباء كلها فول، كل شيء ما بيها، يفيدوها علينا ثلاث ايام يعطونا نهار يقطعونا يعطونا ربع ساعه، يقطعوا ثلاث ساعات ربع ساعه، يعطونا 10 دقائق ويقطعوا هاي عندنا مطارات واجهه اكثر احرقوها متعمدين. صار لكم ايش قد بهاي المعاناه يا احمد؟ والله صار لنا 3 سنوات. 3 سنوات؟ اي والله 3 سنوات، ولو ذول المشغلين ما كل بسحاقي كلهم اكيد موديهم للفاو، واجيب الفاو غير معدوم. نعم نعم. كلها دور رشاوي. ايش قد خساراتكم بدها تكون يا احمد؟ والله خسارتنا ما تتمن، والله العظيم انا هسه مطلوب يجي 100 مليون. نعم. يعني ليش ماكو دعم من الحكومة للمزارع العراقي حتى يكون عندنا اكتفاء ذاتي؟ ما خلانا كتير حكينا ولا حد يجيب لنا جواب. فأنا هسه مطلوب حتى للدولة أقول لك مطلوب يعني ساحب مكينة 34 مليون وتلف ساحب يعني من العوض أفكاري. نعم. وهذا شكرا. أنا أشكرك يا أحمد من الفلوجة. عندنا مصطفى من ابو غريب، تفضل يا مصطفى. استاذ محمد اهلا وسهلا حياك الله. شلون صح؟ الله يبارك بيك يا مصطفى، تفضل. انا عند اخويا بسجن بيا سجن؟ سجن الحوت. نعم. مسجون صار 5 سنين قبل احداث ماي كورونا. نعم. شلون بس العفو كرر؟ قبل احداث كورونا كنا نواجهه. اي. ماكو يعني نواجه صعوبه نواجه، يعني اقول لهم اخويا ازور اشوفه ما يخلونا. زوجته تروح. يقول بسبب كورونا يمنعوكم؟ بسبب كورونا قمنا ماشي. طيب. خابرنا مرتين. اي. من خابرنا مرتين استاذ صارت يعني صار يعني قام ما يخلون احد يواجه وحاشانا مرتين وصار. نعم. هو 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 ليش محكوم يا مصطفى؟ والله محكوم هيك اخذوه من البيت، مثل اخذوه من البيت يعني لا بيها ولا عليها. وحجنوه 15 سنه. يعني اخذوه شنو التهمه؟ ما بعرف ايه، ما بعرف. فاخترنا قبل يعني تعذيب من التعذيب، هسه من التعذيب حيل تعبان، انا عم بشوفه. نعم. شوفه نسال عليه وين ما وين، قام ما يخلون احد يطب عليه. طيب سيد مصطفى، يعني اخذوه بدون تهمه. ايه. انحكم بناء ايه. على شنو؟ يعني انتم ما وكلتوا له محامي، شنو يعني المحكمه اللي حكمت او القاضي اللي حكم شنو اللي قدامه من 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 معلومات حتى يحكم على اثرها؟ ما دايم النتيجه تروح علي تغير سمت المحامي ما يساعدونا القاضي. طيب. والقاضي ما يساعدونا القاضي ما يوصلون يعني. نروح نطلهم يرجعون يقول يابا ما عقوه الدولة التجازية. وهو اعترف بالتعذيب؟
اعترف تحت التعذيب على تهم ما مسويها يعني؟ نعم تحت التعذيب اعترف يعني فهو يعني عندك ثلاث اطفال وزوجته زين، قلت له انا اخوها شوفه اني قلت لا بس زوجته تحق تشوفه وزوجته بمعاناه يلا من المغرب لهناك للبصره مو هم شوي يعني يومين. نعم فان شاء الله اذا بس وصل صوت يعني بس نشوفه. كانوا يطول الخابره يوم باليوم يخابره مره مرتين قال عندنا خدنا. سيد مصطفى استاذ محمد يوصل صوتك ان شاء الله، يوصل من خلال شاشه قناه الرافدين صوت حضرتك وكل اصوات المشتركين اللي ويانا اللي شاركوا. نتمنى هذه الاصوات تصل الى من يهمه الامر، ليس بالضروره ان تكون جهات حكوميه او داخل العراق، بل هذه الاصوات اغلبها يعني نتمنى ان تصل الى جهات حقوقيه دوليه خارج العراق لتنظر الى معاناه العراقيين في الداخل وكيف ان السلطه تبطش بالعراقيين او على الاقل ضعيفة من أنها تتدخل لحل مشاكل العراقيين، يا أما هي تكون سبب في تفاقم معاناة العراقيين يا أما هي تكون سبب في فقدان السيطرة على جزء كبير من الأراضي العراقية وتركها للميليشيات تسرح وتمرح وتفعل ما تشاء، مثل هذه المناطق اليوم اللي نتحدث عنها شرق اللطيفية ذراع دجلة والثرثار وجرف الصخر وغيرها من مناطق أخرى في العراق تسيطر عليها هذه الميليشيات. طبعا لدينا بعض الرسائل خلنا نقراها سريعا. لدينا رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول: تحية طيبة لك أستاذ محمد المحترم وللجميع. يقول أستاذ محمد العراق يعيش حالة فوضى بدون إدارة، بدون إدارة دولة، دولة هزيلة ضعيفة وجيش ضعيف هزيل ميليشياوي عائد للأحزاب التابعة لإيران. العراق يحتاج لدولة قوية مدعومة من الجامعة العربية وجيش وطني ولاه للعراق وشعبه ولاه للعراق وشعبه وبقيادة عراقيين وطنيين مدعوم من الدول العربية بإشراف الأمم المتحدة. يمكن العراق أن يعود لدولة قوية أو يعود كونه دولة قوية ذات سيادة أسوة بدول العالم. شكرا يا أبو حاتم. عندنا رسالة من السيد أبو الوليد من سلطنة عمان يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، تحية تقدير واحترام للعراق وشعب العراق الأصيل ولقناتكم الشريفة صوت الحق، ومبارك عليكم الشهر الكريم علينا وعليكم أجمعين يا سيد أبو الوليد. يقول: جميع الحكومات بعد 2003 كلها حكومات عميلة وجاءت على ظهور الدبابات الأمريكية ليس من أجل تغيير النظام السابق وإنما لسرقة ونهب العراق العظيم، حكومة إيرانية بامتياز بداخلهم حقد وانتقام من أشراف العراق. نتمنى الجيش العراقي السابق يظهر ويرجع للعراق هيبته. هل يعقل لا يوجد جيش بالعراق قادر على هذه الميليشيات العميلة؟ سؤال مهم يوجه إلى هذه السلطة صاحبة المليارات التي تنفق على وزارة الدفاع والداخلية، صاحبة 700 مليون دولار شهريا من الولايات المتحدة الأمريكية بحسب تقرير صدر مؤخرا، منها مخصصة 200 مليون دولار شهريا لميليشيات الحشد الشعبي، وتم بالفترة الأخيرة تصويت من قبل الكونغرس على إيقاف الدعم الموجه إلى هادي العامري اللي هو جزء من هذه المنظومة اللي يتحصل هو وهذه الميليشيات على 200 مليون دولار شهريا ويرفعون شعار المقاومة. هذا تقرير أمريكي وتصويت من الكونغرس. 700 مليون دولار شهريا تذهب إلى المؤسسات العسكرية في العراق للتسليح وللتجهيز، ولا توجد جهات حكومية قادرة على ردع هذه الميليشيات وإيقافها عند حدها. يعني هل يعقل أنه لا يوجد في العراق جهات رسمية حكومية قادرة على السيطرة على هذه الميليشيات؟ أين الجيش وأين الشرطة عندما نسمع أن وزير الداخلية يتم خطفه أو اعتقاله أو توقيفه من قبل ميليشيات؟ في أي بلد في العالم تحدث هذه الأمور؟ مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.